صباح الخير لكل السوريين وين ما كنتم مرافقيننا بصباحنا اليوم. يسعد صباحكم وتمنياتنا لكم بهذا النهار يحمل لكم كل الخير والصحة والسلامة وجبران الخاطر والرزق الكريم. بنقول دائما يا رب بكره يحمل لنا الانفراجات على جميع الأصعدة لجميع الناس، وكل حدا فينا يقدر يحقق شيء من أمنياته من أحلامه. أكيد القصة بدها شوية مجهود أكثر ضمن الظروف يلي عم نعيشها. بداية نهار حلوة لكم، مشوارنا الصباحي بلش معكم وكالعادة ضيوفنا من مجالات مختلفة وتقارير المحافظات السورية. ضمن صباحنا اليوم حنطمن على أهلنا وعلى أهم النشاطات اللي عم تكون ضمن المحافظات. يسعد صباحك يا ليلى. يسعد صباحك يا رشا، وصباح الخير لكل الأشخاص اللي عم يحضرونا. نهار جديد يا رب يحملكم كل الخير والصحة وراحة البال. أكيد بكل صباح لازم نبدأ يومنا لنخطط شو بدنا نحقق من أمانينا. أكيد رغم كل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها لازم نضل عم نواجه ونواجه لحتى نوصل لمبتغانا. أكيد ما لازم نقعد مكتوفين الأيدي أو نزعل أو نمرق يومنا هو عم يمرق، سواء نزعلنا أو رضينا. أكيد نتمنى للكل بفي الصبح عنده أمنية يحققها، يا رب نهار يحملكم كل الخير والرزق والسعادة وأهم شيء الصحة. محطاتنا الصباحية عديدة ومتنوعة مع ضيوفنا الاختصاصيين رح نبدأ فيها، لكن بعد هالفاصل اللطيف. حبك عجبيني انكتب قلبي بحبك ما كتب، حبك عجبيني انكتب قلبي بحبك ما كتب. وبأولى مساحاتنا الصباحية وقبل ما نستقبل ضيوفنا خلونا نروح لحكاية يوم ونشوف اليوم أهم التواريخ يلي تسجلت بمثل هذا اليوم. اليوم 23 الأول، كثير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة اليوم. بعام 1778 المستكشف البريطاني جيمس كوك يصل إلى منطقة ألاسكا في أقصى قارة أمريكا الشمالية. وبعام 1866 التوقيع على معاهدة فيينا التي أنهت الحرب بين النمسا وإيطاليا.
وبعام 1906 اعتماد إشارة SOS رمزاً عالمياً عند طلب الاستغاثة، إلا أنها لم تطبق إلا بعام 1908. وبعام 1935 إيطاليا تهجم على إثيوبيا بأمر من موسوليني. وبعام 1941 هتلر يعلن هزيمة الاتحاد السوفيتي بالحرب العالمية الثانية. وبعام 1952 تفجير أول قنبلة ذرية بريطانية تجاه ساحل أستراليا. وبعام 1971 مركبة الفضاء السوفيتية لونا 19 غير المأهولة تتخذ مداراً حول القمر. ومن الوجوه اللي أبصرت النور بعام 1904 تشارلز بيدرسون، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل بالكيمياء بعام 1987. وبعام 1935 تشارلز دوك رائد فضاء أمريكي. ومن الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1987 جان أوني كاتب فرنسي. أما هلا رح نتعرف سوا على معلومات متنوعة بفقرة هل تعلم، ومنرجع. هل تعلم أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مع ارتفاع نسبة السكر في الدم قد تساهم في حب الشباب؟ هل تعلم أن الأكل الصحيح يمكن أن يحمي الذاكرة؟ وقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتبعون الوجبات الغذائية الصحية هم أقل عرضة للإصابة بالخرف ومرض الألزهايمر. هل تعلم، على الرغم من زعم البعض بأن تناول الشاي من أهم مسببات اصفرار الأسنان، إلا أنه في الحقيقة يحتوي على الفلورايد المستخدم في صناعة معجون الأسنان؟ هل تعلم، إن كنت تعاني من مشكلة الحموضة فإن تناول الترمس المطحون خير علاج؟ وأخيراً، هل تعلم أن الأطفال والمراهقين الذين يتناولون الوجبات السريعة 3 مرات في الأسبوع هم أكثر عرضة للإصابة بالأكزيما، وهي حالة جلدية تؤدي إلى ظهور بقع متهيجة من الجلد الملتهب والحكة؟ وضمن صباحنا لليوم رح نروح بأول فقراتنا لنتعرف على المدرسة السورية الذكية. هاي المدرسة انطلقت وحملت رسالة إنسانية تعليمية، وكان الهدف من إنشائها أن السوريين اللي خارج حدود الوطن دائما يبقوا على تواصل مع المناهج السورية وهنن خارج سوريا. اليوم رح نحكي أكثر عن هاي المدرسة، شو هي أهم إنجازاتها وكيف كان تفاعل السوريين خارج البلد الأم معها. أكيد معلومات كتير مهمة حيخبرنا عنا ضيفنا لليوم هو الأستاذ همام دبي. يسعد صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا فيك. صباح نور، الله يعطيك العافية. شكرا لكم أخوي الإعلاميين، والرحمة لأرواح شهداء الوطن الذين حققوا الانتصار لسوريا، لجيشها، لشعبها، لقائدها. آمين. يسعد صباحك أستاذ، وأهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نعرف المشاهدين على آلية عمل أو شو هي المدرسة الافتراضية. بالتأكيد التعليم الافتراضي هو شق من أحد المراحل أو البنود التعليمية، بيتضمن أنه أن يكون هناك افتراضا وجود مدرسة أو قاعة صفية خارج الإطار المكاني يتفاعل فيها الطالب مع أستاذه. هناك أنواع من التعليم الافتراضي الإلكتروني، منه متزامن وغير متزامن ومدمج. التعليم الغير متزامن بيكون الطالب بياخذ فيه الحصص الدرسيه بفترات مختلفه، بفترات الاستاذ ببعث له اياها على الانترنت. اما التعليم المتزامن اللي هو تعمل به القوانين السوريه حاليا وفق المرسوم 55 لعام 2004 الناظم لعمل المؤسسات التعليميه الخاصه، بيتضمن ان يكون القاعه الصفيه تحتوي الحد الاعظمي فيها 30 طالب، ويكون الاستاذ على منصه تعليميه داخل سوريا يقوم بإعطاء الدروس التعليمية للطلاب الموجودين وفق مناطق تواجدهم على مختلف دول العالم. يعني بيكون واحد بالسعودية، واحد بالبرازيل، واحد بالنيجر، واحد بأوروبا، بيعطي الدرس الأستاذ، وكل الطلاب بيكونوا يتفاعلوا معه بطريقة تزامنية. طيب أستاذ، قبل ما يمكن نكفي حديثنا معك اليوم ونتعرف على هذا الإنجاز اللي عم يطلع خارج حدود سوريا، يعني وأكيد اليوم في أهداف كتير مهمة حنحكي عنها، ولكن خلونا نروح لهذا الكليب التعريفي بالمدرسة ونرجع. لأننا منكم وإليكم، لأنكم حاضرنا ومستقبلنا،
ولأننا تعهدنا أن نبهر العالم معاً، أنشئت المدرسة السورية الذكية الافتراضية الحاصلة على الترخيص الأول في سوريا، لتكون لأبنائنا بارقة أمل لمستقبلهم المشرق. تدرس المنهاج السورية من الصفوف التحضيرية حتى الثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي، وتستقبل الطلاب من جميع أنحاء العالم، كما أنها أول مؤسسة تعليمية متخصصة بالتعليم الافتراضي تحصل على شهادة الآيزو 2018-21001 على مستوى الجمهورية العربية السورية، وأول مدرسة تجري امتحانات لطلاب شهادة التعليم الأساسية والشهادة الثانوية العامة خارج حدود سوريا. كنا عم نشوف بعض المعلومات التعريفية بالمدرسة. اليوم عم نحمل أهداف إنسانية تعليمية. اليوم يعني أي حدا عم يشوفنا اليوم ممكن يستغرب أنه الشخص اللي موجود خارج سوريا اليوم هو ضمن ثقافات جديدة، مجتمعات جديدة، انفتاحات جديدة. اليوم شو الهدف اليوم أنتم تربطوا بين هذا الطالب وبين المناهج السورية؟ فعلا سؤال هام جدا، شكرا لك أنسي. الحقيقة الأهداف الأساسية للمدرسة هي الوصول للطلبة السوريين اللي فرضت عليهم شروط الحرب أنه يكونوا الإرهابية التي شنت على سوريا أن يكونوا خارج القطر، قسم منهم متواجد خارج القطر، قسم منهم كان بالأساس له عمل ذويه خارج القطر، فرغبة منهم بالوصول إلى المنهاج السوري قدمت المدرسة ووضعت أهداف بأن يكون هناك تعليم متكافئ لكافة الأبناء الطلبة على مستوى العالم، بأنه يوصلوا للمنهاج السوري يتبعوه ويدرسوا. ثاني هدف حقيقة هو رفع السوية التعليمية للطالب. نحن ما فقط بدنا نجيبه على المدرسة، نحن كمان مهمتنا نرفع السوية التعليمية ويكون ذوي كفاءة ويكون عنده قدرة على محاكاة المنهاج السوري والتعامل معه وأنه يكون ناجح فيه. إضافة أنه في كثير من الطلاب ما قدروا يتابعوا تعليمين، كان هناك فاقد تعليمي، كمان كان أحد أهدافنا هو تعويض الفاقد التعليمي. وعندنا هدف مهم جدا هو اللغة العربية، تعزيز موضوع اللغة العربية وأهميتها، ونحن عم نشوف دوما اهتمام صناع القرار بسوريا باللغة العربية. نهدف كذلك إلى خلق بيئة تفاعلية ما بين المدرس والطالب، إلى خلق جو من الابتكار لدى الطلاب، إلى حث الروح على الاستكشاف والبحث العلمي لدى الطالب. بدنا سعينا دوما لأن يكون عندنا كادر تدريسي يتوافق مع أفكار الطلبة وتطويرها من خلال نشاطات تفاعلية مهمة قادرة على مواكبة التطورات العالمية. طب أستاذ، خلينا نحكي عن الصفوف المدرسية اللي عم يتم تدريسها ضمن المدرسة، كيف عم يتم تدريسهم ضمن المدرسة، كيف عم يتم التعامل مع هدول الطلبة؟ نحن الصفوف المدرسية هي من الأول حلقة التعليم الأساسي الأولى إلى الحلقة الثانية إلى البكالوريا، مرحلة التعليم الثانوي البكالوريا. نحن منخرج كافة الطلاب بهذه المراحل التعليمية بما فيها تعويض الفاقد التعليمي وفق المنهاج في عربي بشكل عام. المدرسة السورية الذكية هي مدرسة خاصة تتبع النموذج التعليم الافتراضي المتزامن وفق المرسوم 55 لعام 2004. ما ينطبق على مدارس التعليم الحكومية والخاصة ينطبق على المدرسة السورية الذكية الافتراضية. طيب خلينا نروح للمناهج. اليوم وقت اللي عم نقول افتراضية عم نتعامل اليوم مع مواقع الكترونية، يعني حتكون غير وقت اللي بيكون الأستاذ يعني انت مقابله، يعني اليوم انت عم تتعامل من وراء شاشة مع هدول الطلبة. اليوم كمناهج هل التزمتوا بالمناهج اللي وضعتها وزارة التربية أو كان لكم شيء خاص فيكم؟ يعني هذا السؤال هو شقين حق. الشق الأساسي هو المنهاج السوري، يجب أن يكون بشكل عام نحن نطبق المنهاج السوري، الأساتذة بيعطوا وفق المنهاج السوري ولو بأسلوب التعليم الافتراضي، إلا أنه بيكون حقيقة له مجهود أكبر، جهود متميزة، بده جذب أكثر، بده حالة تفاعلية من الطالب، بده حالة تفاعلية من الأستاذ مع الطالب، بده وسائل تعليمية تواكب التعليم الافتراضي كونه طالب ما هو موجود.
يعني بشكل عام هذا الموضوع حقق نجاح كبير من خلال انه المناهج السوريه مناهج متطوره وحقيقه نعتز بها، فلذلك حققنا نجاح بتطبيق المنهاج السوري. فنحن ملتزمين بالمنهاج السوري ونعطي المنهاج السوري. لدينا مناهج إثرائية أخرى تعتمد على المتطلبات اللي بيحتاجوها الأهالي وأبنائنا، يعني أبنائنا الطلبة شو بيحتاجوا معلومات إضافية، شو عندهم رغبات وشو في ميول لكل طالب. ممكن نقدم منهاج إثرائي كمان معترف فيه من وزارة التربية، إن كان بمجال اللغات وإن كان بمجال المعلوماتية وإن كان بمجال اللغة العربية وإن كان مجال الرياضيات. حقيقة بهذا الموضوع نحن عم نشتغل عليه كثير وعم نتعب عليه، بحيث انه الطالب اللي يكون برا يشعر في انه هناك انتماء حقيقي لوطنه ولجذوره. خلينا نحكي شوي عن الشهادات الصادره ضمن المدرسه يعني حتى نهايه هذا العام. الشهاد المراحل التعليم الاساسيه الشهادات الانتقاليه تتم وفق امتحانات الكترونيه تكون باشراف مديريه التربيه المختصه، يتم اجراء الفحوص الانتقاليه. لكن هناك مرحله التعليم الاساسي، شهاده التعليم الاساسي هذه بده يحضر الطالب فيها الى مركز امتحاني معتمد من وزاره التربيه، بده يكون فحص فيه حضوري. كذلك امتحان البكالوريا الشهاده الثانويه العامه كمان بده يكون امتحان حضوري بشرف وزاره التربيه وبمكان محدد من قبل يعني وصادر فيه قرار من وزاره التربيه. نحن قدرنا بالمدرسه السوريه الذكيه بانه نأمن مكان لمراكز امتحانيه خارج القطر مشان نسهل موضوع الامتحانات. هذا المركز الامتحاني كان معتمد من قبل وزاره التربيه باشراف وزاره التربيه، المراقبين كانوا من وزاره التربيه، كان بالامارات، طلعت لجنه وزاريه اول مره كشفت على المكان ووافقت عليه، ثاني مره طلعت لجنه لمراقبه الامتحانات والعمليه الامتحانيه بشكل كامل من تقديم الاسئله الى مراقبه الامتحان الى جمع النتائج النهائيه واحضارها الى سوريا، وصدرت النتائج النهائيه من هذه المراكز الامتحانيه. هذا المركز الامتحاني الحضوري كان مهم جدا لابنائنا لانه فعلا حقق ارتياح واريحيه للطلبه من تعفي اعباء السفر وانشغال الاهل، والطالب احيانا حتى يجي على بلده بده يرافقوا اهله وممكن يكونوا مشغولين بشيء. طيب استاذ، كان شيء رائع جدا بهذا الموضوع. اليوم جهود يعني جدا مهمه اليوم بذلتوها، وخاصه وقت بنقول خارج سوريا اليوم نحن عم نشتغل على تامين مركز ل خلينا نقول تقليل الصعوبات على الطلاب، فهذا الحال انجاز. رح نرجع لهي النقطه، ولكن اليوم نحن مطلوب مننا نضوي اكثر على اليه التعليم اليوم. يعني اليوم هل انتم ملتزمين بالساعات؟ شو التوقيت المحدد ان كان بعدد الطلاب، ساعات الاعطاء، وقت المدرسة؟ اللي نحن نعرف نحن نبلش بأيلول ونخلص بنيسان أو الشهر الخامس، هل كان عندكم يوم برنامج خاص فيكم حتى بهي القصة؟ بدي أرجع أقول هو المنهاج السوري تعرفي موزع على مدار العام، نحن نطبق المنهاج السوري اللي يبدأ الدوام الساعة 8 صباحا على مرحلتين، نحن لأنه في هناك ظروف للطلبة، في منهم بيكونوا خارج سوريا، اللي خارج سوريا بيكون عندي فترة الدوام ما بيبدأ الصبح عندي لساعة، فرق الساعات اليوم فرق الوقت، فبيبدأ كمان عندنا مرحلة الدوام الثاني المرحلة الثانية من الدوام، لكن يبدأ الحصة الصفية تبدأ ساعة بساعة واحدة لدى مدرسة نظام يعني صفوف المدرسة، حتى بيقوموا بيرددوا النشيد الوطني بأول حصة درسية كافة الطلبة، وشيء رائع جدا من بتشوفي يكونوا متواجدين بمكان واحد استاذ او كل حدا من لا مكان نحن مختلف. الطلبة متواجدين باماكن مختلفة خارج سوريا، يعني كل واحد بمنطقته بمنزله بمكتبه مكتب والده، بشكل عام بيكون الطالب خارج سوريا بده ما في تجمع الطلبة كلهم مستحيل بقاعة صفية، فهن انما عم بيحضروا بشكل اونلاين، وهناك شروط محددة يعني لانه يحضر بده يكون جاهز ملتزم، حتى من خلال التعامل
ما انه والله مسموح يقوم ويرجع على ياخذ شاي ياخذ نسكافيه تماما درس نظام. فنحن لا بده يكون موجود متواجد خلال الحصه الصيفيه ومرهقه للطالب ولا للاستاذ كمان، الاستاذ بده يتابع الموضوع. صحيح. وفي تجاوب كبير من الاهالي بهذا الموضوع. يعني الاهالي يعني عم بيلاقوا ارتياح كبير بانه ابني عم يتعلم بشكل جيد. صحيح. وابني عم يتواصل مع اولاد بلده، يعني لما بيكون بالقاعه الصفيه هذا الطالب من دمشق، طالب من حما، طالب من اللاذقيه، طالب من حلب، طالب من دير الزور، عم بيكونوا بقاعة صفية واحدة، فعم تنشأ علاقة حميمية جدا من خلال هذا التعاون. يعود اليوم هذا حتى مو فيهن بتصيروا يتواصلوا مع بعض خارج أوقات الدوام، بيتواصلوا مع الأساتذة، فنحن بشكل عام بيبدأ دوامنا بشكل رسمي وكل حصة صفية، بيخلص الأستاذ إذا كانت الحصة الصفية خلصت بيخلص بده يرجع هو أو بيرجع الأستاذ غيره بيرجع على المنصة. هون بدي أقول أنا كمان المنصات اللي عندنا هي منصات حديثة متطورة تعتمد وسائل وتقنيات مهمة جدا لأنه تحقق لغة التواصل وإمكانية التواصل بكفاءة وبموثوقية عالية جدا جدا. تمام استاذ، يعني اليوم دور حكينا عن دور الطالب ودور الاهل، كمان المدرس له دور كثير كبير، يعني يمكن بيواجه الصعوبات بالتدريس عن طريق الاونلاين، اكيد يمكن تكون اصعب من التدريس وجها لوجه، او يمكن يكون في شروط معينه لانتقاء المعلمين اللي بيدرسوا عندكم ضمن بالمدرسه، خلينا نحكي شوي عن هي الاليه. بالتأكيد أهم شيء أنه نحن قدرنا نأمن فرص تعليمية لكثير من أبناء سوريا اللي بيمتلكوا شهادات العلمية اللي بتأهلهم أن يكونوا معلمين. الشيء الثاني عم بيكون الانتقاء من خلال لجنة تختبر هذا المعلم أنه قادر على أنه يكون بكفاءة جيدة، بقادر على أنه يوصل المعلومة عن طريق الانترنت للطالب بشكل مهم. عم نشتغل على هالموضوع. هذا نحن ما بكفي هيك كمان، نحن عم نعزز قدراته ونطوره، يعني المعلم من عم يبدا احيانا بيكون في احتياج لبعض النقاط، في نقاط ضعف في نقاط قوه، نحن عم نستفيد من هذا الموضوع. وهون بدي اذكر ان احنا جبنا تعاقدنا مع خبير ياباني في التعليم الدكتور حسين زناتي، هو بالاساس من مصر حقيقه لكن يعمل في مجال التعليم في اليابان من اجل طرائق التعليم وتحديث اساليب التعليم واهتمام بالعمليه التعليميه للاستاذ. مثل ما بتعرفوا جوده التعليم احد الركائز الاساسيه هو الاستاذ، فكان لابد من تطوير المعلم وقدرته على طرائق التعليم، قدرته على اعطاء الدروس بكفاءه، قدرته على خلق بيئه تفاعليه، قدرته على جذب الطلاب، على تشجيعنا على البحث، على التعلم من الاخطاء، على الشفافيه، على الوضوح. الحقيقه بدها تكون نحن يعني لما بنكون نقول مدرسه افتراضيه فانت عم تنافسي العالم على مستوى العالم، ما عاد عم تنافسي على مستوى القطر، لانه الطالب هناك بده يقارن انا ما بين مدرسه موجوده بسوريا وما بين مدرسه موجوده عنده باماكن وجوده، هناك مدارس كثيره في دول العالم وهناك طرائق تعليم كثيره، فنحن بدنا نكون تعرفين الموضوع موضوع منافسه، المنافسه بدها تتم وفق شروط، بشروط انه تمتلك المعرفه، بده شروط الجوده، شروط المهارات، شروط اللي عم تخلقي فيها محبه العمل، اضافه لانه هناك يعني خلق البيئه التعليميه الضروريه لانه يقدر الطالب يطور حاله فيها بالاستكشاف والابتكار. طيب استاذ خلينا هيك نحكي شوي عن اليه التسجيل، اليوم الطلاب اللي شافوا برومو المدرسه وحبوا انه اليوم يكونوا ضمن هاي الاجواء، شو هي اهم الاوراق اليوم المطلوبه من الطلاب ليكونوا ضمنها؟ طبعا هو طلب انتساب بقدمه الطالب، بده صور شخصيه، بده كمان اضافه بده يقدم انه وثيقه تثبت انه خارج القطر، واذا كان داخل القطر بده يكون هناك سبب، في طلاب بسبب صحي بيعيقن على الوصول الى مدرسه، ناخذ بالحاله موافقه وزاره التربيه. في مناطق اللي حقيقه تحتاج الى تعليم حكومي كمان نحن عم ناخذ موافقه عليها. هذا وطلب هدول الشروط المطلوب وثقة من المدرسة بأنه هو بالمرحلة التعليمية هذا إذا كان طلب انتساب جديد.
يعني فينا نقول انه المدرسه مو بس للطلبه اللي خارج القطر، كمان متاحه للطلبه اللي ضمن حالات خاصه جدا، ان كان حالات مرضيه او حالات بتكون مناطق بحاجه الى تعليم حكومي، مو قادر الطالب يوصل للتعليم الحكومي فقط فيها. بس مو متاحه للجميع، يعني اذا فينا نقول لا بس بحالات معينه. لا الحضور اللي متاح له انه يروح لمدرسه حضوريه لا يجوز انه نستقبله بمدارسنا بالتعليم الافتراضي. يعني اليوم وزاره التربيه عطت استثناءات خلينا نقول لبعض الحالات اللي يكونوا ضمن المدرسه، حالات خاصه جدا بتكون وفق حاله صحيه حرجه جدا ما ممكن يوصل للمدرسه الحضوريه، مثل ما قلنا في مدارس في طالب ما بيقدر يوصل للمدارس الحكوميه، فكمان هو العدد قليل جدا حقيقه. طيب استاذ بس خلينا نرجع لنقطه ذكرتها حضرتك، تم الاستعانه بخبير ياباني اليوم طبعا. لحتى يقدر يضيف يقيم يسوي يعدل، اليوم شو اضاف؟ يعني اليوم شو اليوم المعلم السوري او المنهاج السوري نحن اليوم شو بحاجه اكثر شيء من خلال اليوم هذا التجربه من حضرتك؟ مثل ما بتعرفوا المنهاج الجيد متوفر، الطالب عنده محبة لأنه يتعلم، بيبقى عندنا الكادر التعليمي أنه كيف بده يوصل للطالب يعني فلسفة المنهاج. نحن ما بكفينا نعطيه منهاج، بدنا نعطيه فلسفة المنهاج للمعلم، كيف يتعامل مع المنهاج، مع مقدمة، نتيجة، تفاعل، ابتكار. فهذا الموضوع الخبير الياباني عم بيقوم فيه بشكل دوري وعم يطور كفاءات المدرسين من خلال كان مثلا مراحل تعليمية الأساسية تحتاج إلى قدرة وحيوية، تحتاج إلى نشاط متميز، تحتاج إلى خلق جو تفاعلي، في رهبة للطالب لما بيدخل إلى المدرسة. هذا الموضوع عم بيخلي الأستاذ يريح الطالب، بده كسر جليد خلينا نقول، يعني البرومات العالمية نحن اليوم تعلق بها الموضوع، في لنا برومات نحن على الموقع كيف الدكتور حسين زناتي عم بتعامل مع الأساتذة والطلبة وكيف عم بيلاقوا يعني الارتياح والشوق دوما لأنه يتعلموا الأفضل والأحسن. في صعوبات اليوم بيواجهوها المعلمين او حتى الطلبه او اهاليهم باليه هي التعليم؟ يعني هو حقيقه نحن ما عندنا صعوبات، غير احيانا بيكون عندي انه نحن بدنا انه يكون اذا في مجال يكون زياده بالمواقع جهد اكبر بالمواد الاسرائيليه عم نشتغل عليه، ويعني ضمن مجال التعليم مجال حيوي ويتيح الابداع. تمام. فنحن عم نشتغل على انه تحقيق هالامنيات لهالطلبه هي يعني وللاهالي كمان، وصارت الارقام جيده جدا على مستوى المدرسه. نحن كاول مدرسه في سوريا حصلت على الترخيص للتعليم الافتراضي، لدينا ما يتجاوز 7000 طالب، يعني 7000 طالب رقم ليس بالقليل، صرنا 7000 وما فوق. يعني هذا الموضوع صار امر واقع، صار مهم لنا نحن، صار مهم لسوريا حقيقه للمغرب. استاذ ماما اول شيء بدنا نقول لك شكرا لحضورك لليوم، وشكرا لكل المجهود اللي عم تقدموه، اكيد تحياتنا وتصبيحاتنا لجميع كادر المدرسه. احنا اليوم فخورين باي انجاز سوري عم يتقدم ضمن الظروف اللي عم نمرق فيها، قادرين اليوم تثبتوا انه نحن موجودين وخاصه بالمجال التعليمي. شكرا لك، ونحن هيك بانتظار كل شيء جديد منكم. الله يعطيكم العافيه، نحن كمان بنقول شكرا لكم انتم، شكرا للاهتمام بالتعليم. نحن بنعرف دوما اذا بدك تامن مثل ما بيقولوا الاحتياجات بدك تهتم بالزراعه، اذا بدك تامن ما يتعلق بالتطوير تهتم بالصناعه، اذا بدك تبني وطن لازم نهتم بالتعليم. فشكرا لكم، القطاع الاكبر. شكرا كثير لك، يعطيك الف عافيه. اما نحن مكملين بصباحنا لليوم، وقبل ما نروح لنستقبل ثاني ضيوفنا اكيد وكالعاده لازم نروح لنشوف اليوم اهم الاخبار السياسيه مع زميلتنا نور ابراهيم. يسعد صباحك يا نور. صباح الخير لك رشا ولليلى ولكل مشاهدي الاخباريه. فاصل ونبدا الموجز. موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم.
أصيب عسكريان بجروح ووقعت بعض الأضرار المادية جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في مدينة دير الزور. وذكر مصدر عسكري حوالي الساعة 11:50 من مساء أمس نفذ العدو الإسرائيلي عدوا جويا على بعض مواقع قواتنا المسلحة في مدينة دير الزور، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. كثف الاحتلال الأمريكي عملياته لسرقة مزيد من نفط الجزيرة ونقل أكثر من 90 صهريجا محمل بالنفط المسروق من حقول الجزيرة إلى قواعده العسكرية في الأراضي العراقية. وذكر مصدر في ريف اليعروبية أن رتلا للاحتلال الأمريكي مؤلفا من 70 صهريجا محملا بالنفط خرج على دفعات عبر معبر المحمودية غير الشرعي. وفي السياق أيضا ذكر المصدر ذاته أن رتلا آخر خرج في التوقيت نفسه من معبر الوليد غير الشرعي بريف اليعروبية يضم أكثر من 60 آلية منهم صهاريج محملة بالنفط المسروق. اختطفت ميليشيا قصد أكثر من 30 امرأة بريف دير الزور، وذلك بالتواطؤ مع قوات الاحتلال الأمريكي التي تحتل تلك البلدات. مصادر محلية ذكرت أن ميليشيا قصد أقامت حاجزا عند نقطة البريد على الطريق المؤدي إلى نهر الفرات، وقامت بإيقاف السيارات العابرة واعتقلت 30 امرأة واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وتعتمد ميليشيا قصد إلى زيادة جرائمها وإجراءاتها التعسفية بحق الأهالي على خلفية اتساع رقعة معارضتهم لها ورفضهم الزج بأبنائهم للقتال في صفوف الميليشيا من جهة، وزيادة الهجمات التي يشنها أبناء العشائر وتستهدف نقاطها العسكرية وحواجزها المسلحة من جهة ثانية. أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية جالوت جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين من مستوطنة إيش كوديش هاجموا منازل المواطنين في قرية جالوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين وإصابات جسدية وبالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع. ختام الموجز، عودة لزملائنا باستوديو صباحنا غير. شكرا لك يا نور، وبقيت نهار حلو لك اكيد، ونحن اكيد مكملين بباقي مساحاتنا الصباحيه. وقبل ما نروح للمساحه الطبيه اكيد تقارير المحافظات السوريه موجوده معنا ضمن صباحنا. اكيد رشا، هلا رح نروح لمكتبه الاسد لمتابعه فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للترجمه لليوم الثاني على التوالي، واقامه ندوات على اثر الترجمه في الحركه الادبيه والفنيه بالعصر الحديث مع زميلتنا هايدي عيسى. احتفاء باليوم العالمي للترجمة والذي صادف في 30 من شهر أيلول، تابعت الندوة الوطنية للترجمة والتي تقام تحت شعار أثر الترجمة في الحركة الأدبية والفنية في العصر الحديث، وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. في اليوم الثاني لدينا جلستان، الجلسة الأولى أنا سأكون مدير الجلسة وسيتحدث مجموعة من الباحثين والأساتذة حول موضوع الترجمة وأثرها في الحركة الأدبية والفنية في العصر الحديث. محاور عدة تناولتها الجلستان بما يخص الترجمة وناقشها عدد من المشاركين المهتمين في المجال الثقافي والأدبي والفكري. في مداخلتي أركز الاهتمام على دور المترجم المسرحي والأدبي في عملية الحراك الثقافي. لما أقول حراك، الكلمة عامة تشمل كل ما هو من تفاعل في مراكز البحث، في الجامعات، في دور نشر الخاصة والعامة. اليوم حأحكي عن موضوع له علاقة بالمسرح طبعا بعنوان خبسات من حركة الترجمة المسرحية في سوريا، وهو عنوان عام، وسأطرح فيه بعض يعني النقاط البارزة في حركة الترجمة المسرحية في سوريا.
وللكتب المترجمة أيضا حصة كبيرة في هذه الندوة، وتنوعت مواضيعها بين الثقافة والمسرح والشعر والأطفال. ورقة بحثي تتناول أثر الترجمة على الوعي الجمعي العربي ككل في المنطقة في الوطن العربي، وعلى تأثيرات هذه الترجمة من الناحية السلبية والإيجابية على حد سواء. سأتحدث في مداخلتي عن دور الترجمة في إسراء وتطور المسرح. بداية سأتطرق إلى ترجمة المصطلحات المسرحية التي عرفت نوع من التعدد والالتزام في البدايات. موضوع يتناول الحركة الأدبية وتحديدا مفهوم الرواية، ماذا قدمت الترجمة للرواية، كيف بدأت. يقال أن الرواية فن وافد على العرب. وفي الختام، لولا الترجمة لما عرفنا الآخر ولا عرفنا الآخر، فلا بد من الاهتمام والدعم الكبيرين للمترجمين لما لهم من أثر كبير في دعم القراءة والكتب. ومكملين معكم مشاهدينا بمحطاتنا الصباحية، أما هلا وصلنا لفقرتنا الطبية لنحكي فيها عن البوتوكس، كيف بيتم استخدامه للحالات الطبية والعلاجية، وهل بيتم استخدامه لعلاج بعض الأمراض بطريقة آمنة. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتور جهاد التل، طبيب جراحة تجميلية وترميمية. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير حكيم، أهلا وسهلا بحضرتك. دائما منضوي على هدول الحالات أو خلينا نقول البوتوكس الفيلر. اليوم ما بقى عم نحكي فقط تجميليا، اليوم دخلنا بالحالات العلاجية واللي أثبتت أنه مادة البوتوكس عم تعطي نتائج كتير مهمة ببعض الحالات الجسدية. خلينا بداية نرجع نعرف بهي المادة. دائما نحن نطرح هذا السؤال كرمال نذكر الناس وخلي عندهم ثقة أكبر، لأنه ببعض الأحيان بجوز الناس تخاف منه. هلا بداية تعريف مادة البوتوكس، هي الاسم التجاري لمادة علمية معروفة اسمها البوتولينيوم توكسين. هاي المادة هي مادة عصبية سامة مستخلصة ومستخرجة من الجراثيم المضفية الوشيقية. هلا آلية عمل البوتوكس هو ينافس مستقبلات مادة الأستيلكولين على الوصل العصبي العضلي. هلا نحن مادة الأستيلكولين هي مسؤولة عن انقباض العضلة، فبالتالي البوتوكس هو يعمل على استرخاء العضلات لفترة مؤقتة. هلا تقريبا بلش علاج البوتوكس واستخدام البوتوكس بالامراض العلاجيه عام 1989. كان بدايه بالامراض تشنج الاشفان، بعد ذلك اصبح التطور واستخدام للبوتوكس بشكل كثير كبير، وخاصه بالامراض العصبيه مثل امراض تصلب العضلات وايضا امراض انقباض عضلات الأطراف العلوية وعضلات الأطراف السفلية، وأيضا باستخدام لعلاج شلل البل هو شلل العصب السابع بالوجه، إضافة إلى استخدامه بفرط نشاط المثانة السلس البولي، وأيضا بالصداع النصفي المزمن الشقيقة وفرط التعرق. تمام، بالنسبة للشقيقة بيتم علاجها بشكل مؤقت أم بشكل دائم؟ كيف بتتعاملوا مع هذا الموضوع؟ نحن باستخدام البوتوكس هو دائما هو استخدام مؤقت، ما له استخدام دائم، يعني نحن عم نحكي على فترة مؤقتة هي غالبا تكون من 3 إلى 6 شهور. هلا باستخدامنا نحن بمرض الشقيقة عام 2010 وافقت إدارة المواد والأغذية الأمريكية على استخدام البوتوكس كعلاج لمرضى الذين يعانون من الصداع لأكثر من 15 يوم بالشهر، وكان هذا العلاج هو علاج مؤقت ما له علاج دائم. فنحن اليوم وقت عم نحكي انه علاج لاي مرض هو بالبوتوكس هو علاج مؤقت، لانه مفعول هي الماده هي تقريبا بين 3 إلى 6 شهور. بس يمكن مره بعد مره حكيم بتصير اخف النوبات الشقيقه عند الشخص تجي، يعني كونه نحن مستمرين بموضوع البوتوكس. يعني هلا نحن الاليه هي نحن عم نعطي فقط دواء لحتى شل عم نشل اليوم تماما، مو انه شل، خلينا نقول نحن عم نحصر مستقبلات الالم، فعم نمنع نحن السياله العصبيه الالميه الوارده من الدماغ الى العضلات. اليوم عم نحكي عن حقن البوتوكس للشقيقة دكتور، هل بيتم حقن كامل الرأس أم أماكن معينة بالرأس لعلاج هي الشقيقة؟ هلا الأماكن نحن المستخدمة هي أماكن الجبهة بالإضافة إلى العضلة السطحية بالإضافة إلى المنطقة القفوية ومنطقة الأكتاف.
تمام. طيب اليوم في ناس كثير عندهم هي الحاله وممكن في بعض الظروف بتشتد عندهم يعني. تمام. احنا بنعرف العلاجات البدائيه، خلينا هيك نحكي اكثر اليوم يعني وقت اللي تم استخدامها بالعلاج الشقيقه على شو استندتوا بالضبط يعني؟ هلا تقريبا قلت لك نحن الموافقه كانت هي من منظمه اداره الغذاء والادويه الامريكيه، فهن بال 2010 تمام كانوا عاملين تجارب على المرضى الشقيقه، فاثبتت التجارب انه نحن عم يستفيدوا بنسبه خلينا نقول 80% عم يخفف عندهم الاعراض، وعم تستمر خلينا نقول بين 3 إلى 6 شهور. يعني هن يوصى انه نحن نكرر الجلسه العلاجيه بين 2 لـ3 سنوات. نكرر يعني اليوم اي حدا عم يسمعنا اليوم هو ما انه قادر يستمر فيها مدى الحياه او يعني في شيء سلبيات او لا؟ هلا السلبيات يعني ما لها سلبيات نهائيا، يعني ما قلنا نحن عندنا اثار جانبيه لاستخدامه بشكل عام. تمام. اليوم دكتور كثير ناس عم تلجا للبوتوكس اللي عندها فرط تعرق سواء بالابطين حتى بكفوف الايدين. تمام. لتعالج هي الحاله، خلينا نحكي عن ايجابياتها وسلبياتها ان وجدت. تمام. هلا فرط التعرق هو زياده في افراز التعرق فوق الحد الطبيعي. فنحن لحتى نخفف هذا الشيء، طبعا فرط التعرق هو بيشمل الانماط مثل ما ذكرتي حضرتك، انه نحن عندنا فرط تعرق تحت الابطين او باخمص القدم او حتى راحه اليدين. في كثير من الاشخاص بيعانوا من تعرق براحه اليدين، بتلاقيهم دائما ماسكين محرمه او خصوصا طلاب المدارس. تمام. ما بيحسوا يمسكوا مثلا قلم، ما بيحسوا يمسكوا ورقه. تمام. فهذا الشيء يعني وجدوا عام 2004 انه نحن باستخدامنا للبوتوكس هو عم يحل هذا الشيء. طبعا هون في فكره كمان كثير مغلوطه انه نحن بيقولوا لك نحن عم نسد المسام. تماما، هي ما هيك الفكره. نحن الآلية العمل انه نحن بنمنع السيالة العصبية المسؤولة عن زيادة الإفراز التعرق عن طريق إيقاف المواد الكيميائية المنتجة من الجهاز العصبي والمرسلة إلى الغدد العقلية لأنه تفرز شيء زيادة. ما له أي ضرر لبعدين، حتى كثير اللي بيحقنوا بكفوف إيديهم أنا بسمعهم بيقولوا في ناس ممكن تأثر على الأعصاب أو على طريقة تعاملهم ما بقى أقدر أمسك بإيدي شيء، ممكن في هيك ناس تتعرض لهي الحالة؟ ممكن هذا الأثر الجانبي ولكن هو يعزى إلى الحقن الخاطئ. يعني خلينا نقول هو الحقن بطريقة عميقة على عضلات اليد. فنحن عم نكون طريقة بترجع لطريقة الحقن مو للما تماما، نحن بنكون هون عم نشل عضلات اليد. تمام. مثل ما حكينا احنا مادة البوتوكس بتعريفنا هي عبارة عن استرخاء للعضلة، فنحن وقت عم نحكم بطريقة خاطئة نحن عم نؤدي إلى شلل شوي بالعضلات اليد، ولكن هذا التأثير هو رجوع عكوس يعني ما له بشكل دائم، خلال تقريبا 2 لـ3 أسابيع حترجع للنشاط الطبيعي. ودائما احنا بنعرف انه الجسم بيطرح العرق مو بس من تحت الأبط أو الكفين، اليوم في مناطق كثير يعني كرمال هي المعلومة المغلوطة انه فقط بيسد المسامات، فكثير بتقول لك لا أنا ما بسويها بيعمل هيك، ولكن اليوم كل الجسم بيطرح في أماكن بتطرح العرق أكثر من تحت الأبط في بعض الأحيان. اليوم خلينا نروح للوجه ولا خلينا نشوف هيك الصبايا والشباب اليوم اللي هن صاروا يمكن جنب لجنب بهذا الموضوع يعني التجميلي. دكتور بتحقن أول شيء؟ سؤال محرج. طيب خلينا نروح للوجه اليوم، يعني كمان في لهلا مخاوف يعني رغم كل هذا التطور ورغم إنه إحنا سنوات عم نتعامل مع هي المادة، ولكن لهلا في ناس بتقلك بيعمل أي حقن غلط ممكن يعمل آثار سلبية. اليوم من خبرتك شو أهم النقاط المفروض يرتكز عليها الحكيم خلال الحقن؟ هلا نحن بالوجه تماما، هي النقاط الأساسية بنخاف دائما بشكل أساسي من الحقن بكميات زيادة، فهذا الشيء ممكن يسبب آثار جانبية اللي هي مثلا مثل تدلي الأجفان. هلا هون نحن تقريبا نسبة هذا الأثر الجانبي هو 1% تقريبا. يعزى كمان أحيانا إلى عدم التزام المريض بالتعليمات بعد البوتوكس. يعني نحن مثلا بعد ما نعمل جلسة البوتوكس بنخبر المريضة إنه ما تحطي ما تطخي، تكون حركاتها بسيطة، ما تعمل أي نشاط بدني زيادة، ما تتعرض مثلا لبخار، ما تتعرض لحمام. لكن هدول بيفشلوا عملية الحقن، ولكن كنقاط دكتور اليوم يعني أنت على شو بتستند بالوجه يعني؟ هي النقاط نحن حسب العضلة اللي بدنا نستخدمها يعني اللي بدنا نعالجها، فإذا كنا عم نستخدم للعضلة الجبهية فنحن نقاطنا بتكون متركزة على الفورهيد يلي هي عضلة الجبهية،
بالاضافه العضله حول العين، وهون نحن بنخاف شوي انه نقرب شوي لمنطقه العين لحتى ما يصير في عندي تدد الاجفان، بالاضافه الى منطقه المقطبه هي منطقه العبسه. العبسه تماما. هلا في الشعب بده العبسه تماما. اضافه ممكن نستخدم البوتوكس كنرفع مثلا نحن ذروه الانف او بانه نحن نروح التجاعيد بمنطقه الدقن. في احيانا اشخاص بيكون عندها الماريونيت يعني ساد لاين خلينا نقول، فبالحقن البوتوكس بيخفف هذا الشيء. اضافه الى تقنيه النيفرتيتي بتحديد الجولاين مع اخفاء التجاعيد الطولانيه في الرقبه. خلينا نحكي دكتور عن الفتره الزمنيه الصحيه لجلسات البوتوكس سواء من الناحيه التجميليه ام من الناحيه العلاجيه. هلا نحن تقريبا طالما فوق 18 سنه فينا نحقن بوتوكس بشكل امن. طبعا هون بيرجع حسب الحاله، اذا نحن الحاله تستدعي الى الحقن حتى لو بعمر مبكر تمام بالعشرين 25، فهذا شيء طبيعي جدا. في احيانا اشخاص بيكون عندهم العضله هي بتكون شوي يعني اقوى تمام. من باقي الاشخاص. فنحن لحتى نخفف التجاعيد التعبيريه بنحقن بوتوكس يعني يعتبر امن ما فيه اي يعني له تاثيرات وقت بينحقن بعمر مبكر؟ ما له تاثير ولا افضل؟ امن يمكن ايجابي اكثر. اليوم نحن عم نتعامل مع حاله وراثيه بجوز تكون يعني تماما. يعني بتلاقي صبيه بعمر ال 20 عندها تجاعيد، عندها وقت اللي بتضحك يعني مبين خطوط الضحك عندها كثير واضحه في مشكله يعني، وهون بنرجع للعامل الوراثي. فاليوم كل الاطباء قالوا انه بالعكس اليوم انت عم تمهدي للعضله انه بشكل ايجابي للسنوات القادمه. طيب دكتور اليوم هيك اذا بعد المحاذير بعد عمليه الحقن ذكرنا كم نقطه، خلينا نرجع نذكر فيهم ونحكيهم بشكل كامل. تمام. هلا احنا بعد الحقن اهم شغله انه احنا ما نعمل مساجات بشكل يعني من هون لثمان ساعات باماكن الحقن. هذا الشيء بيخلي تسريب لماده البوتوكس باماكن نحن ما بنفضل انه نكون توصل لها، بالاضافه عدم السجود، عدم التضخايه تمام. الناس مثلا اللي فورا بيروحوا بيتحمموا احيانا هون هذا الشيء بياثر عليهم بشكل سلبي. في ايام الاسبوع بيحاول بنفس اليوم حتى يمكن حب الالتهاب او شيء بيتم تحذير منه. هون الدراسات صراحه بالبدايه قالت انه مضادات الالتهاب ممكن تاثر بعمل البوتوكس. بعدين اجت دراسات قالت انه لا ما هذا الشيء ما له تاثير. بس طبعا اكيد يعني بيشكل الجسم الضاد لهي كونه مناعه. اليوم نحن عم نحكي حب الالتهاب بالنهايه يعني تماما بكون الضاد تجاه اي ماده بلاها يعني اول يومين او يومين. طب دكتور وقت بيتم اي شيء غلط سواء من المريضه التعليمات اللي اتبعتها او من طريقه الحقن ممكن انه يتم تدارك هذا الشيء ولا خلص هي العضله انحقنت ما بقى فينا نعمل اي شيء لحتى يروح مفعول البوتوكس؟ هلا اكثر شيء نحن بنخاف منه مثل ما حكينا هو تدلي الجفن. هلا شو يعني تدلي؟ تدلي الجفن يعني بتكون جرعة زايدة؟ بتكون جرعة زايدة أو مثلا مثل ما حكينا عدم التزام المريض بالتعليمات فأدى إلى إرخاء الجفن يعني تغطاية نقول نقولها بالعامية إنه العضلة العلوية تمام بتكون نحن حصلنا على إرخاء فيها. فنحن ما بيكون نازل الجفن ما عاد هي تشتغل هيدي العضلة تمام، ولكن يعني هي هذا التأثير هو تأثير عكوس يعني ما له تأثير بشكل دائم. تقريبا نحن بعد أسبوعين لثلاثة حتشتغل العضلة المعاوضة لهذه العضلة اللي هي بنسميها عضلة مولر وبترجع للشكل الطبيعي خلال شهر. دكتور هيك بنصائح أخيرة لكل حدا عم يشوفنا اليوم إن كان بالموضوع العلاجي أو الموضوع التجميلي شو حابته؟ هلا أهم شيء إنه إحنا الحالة التي تستدعي إنه إحنا نحقن بوتوكس سواء علاجية أو سواء تجميلية تمام لا يتردد أحد لحتى يعني يعملها، خاصة بمواضيع علاجية كثير عم بسمع مثلا يعني أثبتت تماما حدا حتى من الأقارب إنه مثلا بخاف إنه يحقن هو لمرض عصبي تمام، ولكن هو صراحة أثبت الدراسات إنه هو كثير مفيد جدا 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 لهدول الأمراض. حتى تم استخدامه بمعالجة الحبال الصوتية يعني كبعض الحالات اللي بتخص الحبال الصوتية تماما، بالإضافة إلى الضزز التكزز للناس اللي بيكونوا مثلا أثناء النوم بيكزوا شوي أسنانه، فنحن بنحقن ضمن العضلة الماضغة. يمكن عندك ترجع لي يا دكتور أنا بكز
أكيد بدنا نتشكر حضورك دكتور وهي المعلومات اللي قدمت لنا إياها، وأكيد نتمنى السلامة والجمال للجميع. شكرا حكيم لحضورك وبالصحة والسلامة، نتمنى لكم التوفيق بمسيرتكم الطبية. شكرا لكم. أما نحن مكملين بفقراتنا الصباحية، أما خلونا هلأ قبل ما نستقبل ضيوفنا الضيف الأخير لليوم، خلونا نروح لمحافظة حمص لنشوف أجواء الفرح في حال الحفل الزفاف الجماعي اللي أقاموا برنامج التكافل الاجتماعي. حنكون بتفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي. للعام الثاني على التوالي أقيم حفل زفاف جماعي لمئة شاب وشابة في محافظة حمص ضمن برنامج التكافل الاجتماعي مشروع ربيع المودة، الذي قدم للعرسان تجهيزات للبيت الزوجي إضافة إلى برنامج التأهيل الأسري لمساعدتهم على بناء أسرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. هو برنامج بالإضافة إلى أنه برنامج مؤازرة، هو برنامج تكريم لهؤلاء، فمنهم منهم أوائل للأيتام وطلبة طلاب جامعيين وبعض الأسر المتعففة، فكان هذا البرنامج هو رافد لهم، لنرفض المجتمع السوري بهؤلاء بهذه العائلات لرفع مستوى إن شاء الله، لنتقدم بهذا البلد بعون الله تعالى. المشروع اللي ساعد فئات كتير كبيرة من الشباب ما كانت قادرة أنه تتزوج بظل الظروف الراهنة والمحيطة فينا، مشروع نشر الفرحة مو بس عنا، بقلوب كتير من الناس الموجودين. عم يأسسوا 50 أسرة، يعني اليوم أنت عم تحكي بظروف صعب تأسس أسرة مو أكثر، يعني 50 أسرة هو بدهم يطلعوا ليجيبوا جيل جديد، هذا الجيل الجديد رح يخدم البلد ورح يخدم المجتمع. من حيث المعنويات شيء كتير مميز، من حيث الماديات كمان شيء كتير مميز، خاصة أنه هلأ نحن بظروف تخلي شباب انه في منهم عم بيهاجروا برا سوريا مشان الظروف اللي هلا عم نعيشها نحن. فكره الزواج 50 عروس وعريس هي فكره كثير منيحه، يعني انه ساعدت الشباب، ساعدتهم بظل هالظروف الصعبه اللي عم تمر على بلدنا، ساعدتهم تاسيس هالعيله وهالبيت. خطوه حلوه وخطوه رائعه بظل هالظروف الصعبه اللي بيعيشها البلد، يعني بتدفع الشباب للخطوة لبناء أسرة متكاملة. وفعلا مشروع كتير ناجح، وكان كتير الشغلات مسهلة قدامنا، إن كانت معنوية إن كانت ثقافية إن كان ماديا حتى. فكرة المشروع نشأت العام الماضي لتزويج مجموعة من الشباب بمساهمة من فاعل الخير عبر فريق من المتطوعين، عمل على اختيار الراغبين بالزواج وتجهيز الحفل وإنجازه، في تأكيد على أهمية التكافل الاجتماعي في بناء المجتمع. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص. أما هلا رشا من حمص رح نروح لمحافظة درعا، حيث أقيم حفل تكريم مجموعة من الطلاب من الأطفال والشباب الذين حصلوا على مراتب متقدمة بالحساب الذهني. تفاصيل أكثر منتابعها سوا بتقرير زميلتنا مرح المقداد، تابع سوا. نظمت مؤسسة تعلمني والتي احتضنت العديد من القدرات الذهنية والإبداعية وبالتعاون مع المجتمع المحلي حفل تكريم لعدد من الأطفال والشباب الحاصلين على مراتب متقدمة في مجال الحساب الذهني في البطولة الأخيرة على مستوى القطر. أربع نقاط أساسية لوصول الطفل إلى الإبداع في مجال الحساب الذهني. النقطة الأولى هي وجود طفل مبدع، النقطة الثانية وجود أهل صبورين ومهتمين جدا وعارفين مصلحة ابنهم وين، النقطة الثالثة وجود مدرب قادر أنه يستخرج هذا الإبداع ويوظفه في المجال ويوجهه نحو البرنامج الصحيح، والنقطة الرابعة هي وجود بيئة عمل تضم هذول النقاط الثلاثة ضمن بوتقة واحدة، وهي هاي البيئة اللي قدمت لها مؤسسة تعلمني العالمية الحمد لله رب العالمين، اللي هي عم تسعى أن كل عم توفر لنا مسابقات وفرص لمشاركة الطلاب في جميع المجالات. احنا دورة الحساب الذهني كانت نتائج مذهلة وباهرة، حققنا الحمد لله بمحافظة درعا نجاح وتميز ومراتب عالية مع منافسة هؤلاء الطلاب مع كافة المحافظات، كانت مسابقة الحمد لله رب العالمين مكللة بالنجاح. اسمي مهاب أحمد المقداد من بلدة غصن، الحمد لله تفوقت في مسابقة تعلمني وجبت الحساب الذهني وجبت المركز الثاني عالميا وحصلت على المركز الأول
في بطولة كوانتوم في دبي، وحابب أني أكمل في الحساب الذهني. إسلام محمد كرش ومن بلدة معربج في المرتبة السابعة. أنا ياري محمد الخطيب من قرية الزيزة، أخذت المرتبة السابعة على مستوى اليافعين. طبعا أنا مبسوطة أني وصلت لها المرحلة، وإن شاء الله نضل نحاول حتى نأخذ مرتبة أكبر. اسمي رغد نضال، جبت المرتبة الثالثة على الجمهورية. شعور كثير حلو أنه الواحد يجيب المرتبة الثالثة على الجمهورية، وإن شاء الله للعالمية المرة الثانية. الجهات الراعية للمواهب الإبداعية أكدت على حرصها المتواصل لتدريبهم وتهيئتهم للحصول على أعلى المستويات ضمن المسابقات المتلاحقة التي تعنى بتنمية قدرات المتميزين من الأطفال. مرح المقتاد، الإخبارية السورية. أما بنهاية صباحنا لليوم حنروح للفقرة النفسية، ولكن بالنظرة الإنسانية. 21 هو اليوم العالمي للمسنين. اليوم نحن منعرف ومن خلال تجاربنا ومن خلال أهلينا أنه ومن أولى بالعامية أنه الأب الأم الجدة وقت اللي بيكبر الشخص بيرجع طفل. هذا الطفل مثل نحن ما منقدم له الرعاية النفسية الجسدية بمرحلة الطفولة، أيضا هذا الشخص بمرحلة خلينا نقول المسنين الشيخوخة ليلى تحس أنه هو رجع الطفل. بتقولي ومنعرف أنه رجع الطفل كأنه صحيح. رجع تتحسس أكثر، صار بدها دعم معاملة أكثر خاصة. نفسية أكثر. فاليوم بهذا اليوم يعني تشكر اللي وضع هذا اليوم لحتى نحن ننتبه أنه نحن اليوم بحاجة لنقدم هذا الدعم أكثر للمسنين، ونعرف شو هي حقوقهم النفسية والجسدية. اليوم رح نخص الجانب النفسي اليوم، ونشوف الطب النفسي شو رأيه بهذا الموضوع. وضيفنا لليوم هو الدكتور أنس الدالي، أخصائي بالطب النفسي. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك يعني كيفك؟ يا أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني غالبا بكل بيت دكتور في مسن، وأكيد هنون البركة ببيوتنا. قديش مهم نهتم بصحتهم النفسية ونأمن لهم بيئة نفسية جيدة؟ تماما، ما هو بالوضع الطبيعي وقت نحن نقول مسن هي يعني مرحلة تطورية طبيعية، يعني لسه ما عم نحكي عن شيء مرضي أو شيء صار فيه خلل. مرحلة المسن، مرحلة الشيخوخة، هي بالوضع الطبيعي إلى خصوصية من عدة اتجاهات. أولاً نحن عم نحكي عن جسم عم بتراجع تلقائياً، الوظائف الجسمانية ما عم تكون كما يجب. عم نحكي عن شخص حتى اجتماعياً وربما مهنياً نوعاً ما قد يكون وصل لمرحلة التقاعد أو عدم الإنتاج المهني بما فيه الكفاية. المرحلة العمرية أيضاً واحدة من مميزاتها أنه الشخص يعني هو يشعر بأنه قارب النهاية من عدة مؤشرات، مو بس العداد العمري أو العداد الزمني. دائماً هو عم بفقد أقرانه، يمكن كل يوم كل فترة عم بفقد حدا يعني تماماً من أقرانه بالعمر الزمني، حدا من أصدقائه، أحياناً شريكه. فهي المرحلة إلها احتياجات دائماً جسمانية، إلها احتياجات نفسية دائماً مخصصة، لأنه الشخص دائماً الحالة النفسية والحالة السلوكية والحالة البدنية عم تكون مختلفة بشكل يعني متزايد. تماماً، حتى بتتغير طباعه، بيصير إنه هيك له ممكن يتدخل بشغلات زايدة عن اللزوم، ممكن يصير ممكن الأشخاص اللي معهم البيت أحياناً يتضايقوا أو لازم إنه يمكن يتعاملوا مع هذا الموضوع، يتقبلوا هذا الشيء. تماماً، التغييرات السلوكية واحدة من أهم النقاط أو الأمور. قد تأتي بشكل طبيعي وقد أحياناً تزيد شدتها تشير إلى وجود شيء مرضي. ومثل ما نذكر بالمقدمة أنه أحياناً بيصير إلى حد ما طباع تشابه طباع الطفل. تعبير المسن عن الأمور يشابه أحياناً تعبير الطفل فعلاً. صحيح. الطفل ما بيعبر بشكل مباشر عن شيء دائماً يعني آزاء أو زعجه، خصوصاً أنه مثلاً اللغة ما بتكون اكتملت. المسن لا، هو قادر انه يعبر كلاميا، ممكن فقد لغته بمرحلة ما، ممكن فقد، ممكن خانه التعبير، ممكن ما بده يطلب بشكل مباشر احيانا. فبنلاقي انه ترجمت لامور سلوكيه، ترجمت مثلا لاتهام للمحيط بانه ما عم بيهتموا فيه، ترجمت لتذمر دائم، ترجمت لاحيانا عزله، ترجمت لانه باستثاره المزاج صارت يعني متقاربه بالحد الادنى، اي شيء ممكن يخليه دائما يصل لمرحله التعصيب.
بنلاحظ مثلا احيانا بعض السلوكيات اللي فيها نوع من العناد مثلا لنوع من التمسك بالراي كثير يا دكتور يعني تماماً. هي بتحسها انه معاناه عامه مع كل مسن بعمر ما. وانت ذكرت اليوم حالات الفقد اللي بتكون حوالين هذا الشخص او احساسه بالاقتراب من الاجل الموت هو لحاله ممكن يعمل له حاله كآبه كثير ويروح للعدوانيه يعني صحيح. بتحسه بتمسك بنقول بالعميد كانه عم يتمسك بالحياه اكثر يعني بحب الحياه اكثر. وبنرجع بنقول ببعض النقاط انه بتعامل كالطفل انه اليوم ليش عم بتقلد الطفل فهدول الحاجيات ممكن توصل للعناد مثل ما ذكرت صحيح. موجودين احنا اليوم عم نحكي صور واقعيه من منازلنا يعني وقت اللي بيكون المسن الموجود داخل المنزل شخص عنيد يعني انا بعند على الاكل بعند على الادويه بعند على النوم كيف اليوم قادرين نتعامل معه بدون ما نجرحه ونحن لازم نعرف اليوم نفسيا حساس جدا بيكون تمام هلا بالعموم دائما يعني وتصل لحد كثير كبير نحن امام اما حاله طبيعيه واما حاله مرضيه وصلت لحاله مرضيه يعني العناد هون ما بيجي بشكل مجرد او بشكل منفصل بيكون مرافق لعده اعراض اخرى مثلا التشكي دائم مثلا ذكر فكره الموت بشكل دائم العزله الشديده اهمال النظافه مثلا الافكار الاضطهاديه بمعنى دائما بيشعر اللي حواليه انه انتم عم تنظروا الي كعبء ففي حال كان في مجموعه مرافقات اخرى فنحن هون عم نتجه للشيء المرضي احيانا حالات اكتئاب احيانا حالات قلق احيانا اذا ترافقت معنا نساوي شديده ومستمره بنكون مثلا بدايه اضطراب الزهايمر مثلا هلا في حالات اخرى دائما بنلاقي حاله العناد هي دائما ناجمه من حاله فراغ في فراغ دائم خصوصا بنلاقيه مثلا هي صارت بمرحله ما بعد التقاعد او ما بعد مثلا ترك الوظيفه او العمل ترك افراد البيت مثلا الابناء كلهم سافروا او الابناء حاليا ما في اي حدا موجود بشكل دائم فنلاحظ حاله الفراغ المستمره حاله الاحساس باللا قيمه حاله انه هو ما عم يحس حاله انه منتج او ربما كانوا اشخاص يتواصلوا معه سابقا باغراض معينه ضمن وسط مهنته ضمن طلبات معينه كلهم هي الفئه خسرها ما حدا تواصل معه فدائما الاحساس بالفراغ المزمن بيعطي احساس بعدم القيمه فبصير الشخص دائما بيروح مزاجه لحاله استثاره مفرطه اي شيء اي امر اي 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 قضيه مهما كانت بسيطه ممكن تولد عنده احيانا نوب غضب احيانا بنلاقي مثلا انه حتى العناد لاجل العناد مو العناد لاجل انه تمام في بعض الحالات ممكن احيانا العناد بيكون وراء شيء معين مثلا العناد تجاه الاستحمام هو خايف مثلا من انه صحته ما تسعفه او خايف هو من انه يصير في سقوط او خايف من كسر او خايف من شيء معين طعام معين مثلا ربما انه يسبب له ازعاج يشوف اشخاص مثلا جدد بشكل مباشر دائما بخاف انه تخونه الذاكره قدامه بخاف انه ما يستحضر تفاصيل قدامه ففي بعض سلوكيات العناد اذا دورنا شوي ممكن نلاقي وراها شيء في سبب غير مباشر عم بيكون انه يمنعه بشيء معين بس هون حالات العناد بتكون مرتبطه بطقوس معينه في حالات عناد بتشيع اكثر بس ما بدون مرافقات مرضيه هون دائما بتكون مرتبطه بمرحله زمنيه انه الشخص ما عم بيشتغل ما عم بيعمل ما عم بكذا هون نحرص على الوسط الاجتماعي يكون دائما محيط على انه اشخاص مثلا يطلبوا مشورته بشكل دائم اذا كان في بالامكانيه مثلا بشكل دوري انه يخرج من المنزل انه مثلا يلاقي نمط معين من العمل لو كان خفيف تمام كلها ممكن تفيد بالحالات المرضية هون بقى بدها مقاربة أخرى والنظر إذا في حاجة لعلاج تمام دكتور باعتبار عم نحكي عن الأمراض النفسية اللي بتصير بالمسنين شو هي أشياء الأمراض النفسية اللي بتصيب المسنين وهل في عمر معين يعني لهي الأمراض النفسية تماما نحن دائما المسنين دائما هو تعريف المسن بصراحة شيء نسبي حتى بمنظمة الصحة العالمية حالك أبي دكتور نعم شيء نسبي هل في عمر نقدر نقول إنه هو مسن أو لا دائما في اختلاف ولكن دائما بين 60 ل 65 سنه تجمع دائما معظم الفئات الصحيه حكيم يعني اليوم بعمر ال 60 يعني بتلاقيهم شباب يعني ما فينا اليوم احنا بزعلوا مننا اليوم زبطت هو موضوع هو بصراحه لا يمكن حسمه لانه اولا في بيكون تراجع جسماني صحيح الصحه الجسديه مختلفه من شخص لاخر ايام شخص بعمر ال 50 تكون صحته اضعف من شخص مثلا بعمر 65 فهو موضوع نسبي قديش في امراض مزمنه معنا قديش معنا امراض مثلا اوعيه امراض ارتفاع توتر شرياني سكري هي كلها تلعب دور بالشيخوخة النمط المهني النمط الوظيفي كيف كان رياضي ما نو رياضي فهي أمور, كمان أمور, يمكن أمور دائما تماما هي أمور دائما يعني مختلفة ولكن نحن كل ما بشكل عام كل ما نحن دائما نسبة الإصابة مثلا بالاضطرابات النفسية عند المسنين 15-20% دائما ولكن كل ما تقدمنا بالعمر صارت النسبة أعلى يعني شريحة الستين لخمسة وستين بيكون أعلى من الخمسة وستين للسبعين كل ما كان في تقدم بالعمر نحن دخلنا بطيف أوسع من الأمراض الشخص صار معرض له
ونسبة أعلى وشدات أعلى. أشع الأمراض عند المسنين هو مرض الاكتئاب فعلاً. مرض الاكتئاب هو من أشع الأمراض عند المسنين، ممكن يتجاوز 25% أحياناً، وهي نسبة عالية 25%. ولكن طبيعيه دكتور يوم كمان يعني طبيعيه اليوم انسان يعني عاش حياته بجوز انجز كثير، كان على مستوى علمي مستوى اجتماعي، وصل لعمر يمكن اولاده كل حدا صار ببيته صحيح. صار عندهم اهتمامات وصار تقاعد، يعني كمان قدم اعطى اليوم كميه العطاء اللي قدمها ما لقى نتيجه فطبيعي اليوم يكون هذا الاكتئاب. طيب وقت اللي بيفوت بهذا المود او بموضوع الاكتئاب وبيتم توصيفه بشكل طبي انه اليوم نحن عندنا حدا بحاله اكتئاب، اليوم شو طرق العلاج ان كان من الطبيب او ان كان من الاشخاص الموجودين بالبيت؟ هلا طرق العلاج دائما بتختلف حسب شده الاعراض. نحن عندنا طيف واسع من الاعراض المرتبطه دائما بالمزاج المنخفض، احيانا نوب بكاء، احيانا عزله، احيانا اهمال نظافه شخصيه. دائما في خطوط حمراء، إذا وصلنا لمرحلة ذكر الموت أو التفكير بالموت أو محاولات الموت فنحن دائما بحاجة لشيء دائما إسعافي، يعني شيء دوائي، أحيانا استشفاء بالمشفى. إذا لقينا مثلا الأعراض ما وصلت لدرجة الموت بس في إهمال شديد للنظافة، إهمال شديد للذات. طبعا إهمال الذات هون بس مو مرتبط بالأمور الشخصية، هو يعني إنه الشخص مثلا ما رح ياخذ ادويته، ادويه القلب، ادويه الضغط، وهذا شكل من اشكال خلينا نقول الايذاء الذات لو كان مو بقصد. هون عم نحكي اعراض دكتور مترافقه عمليه تمام مترافقه. فتحديد العلاج دائما مرتبط بشده الاعراض. دائما العلاج في علاجات دوائيه وهي يلجا لها لانه نوعا ما هامش لعب على العوامل الاجتماعيه والمهنيه هون محدود عنا دائما عنا. فالعلاج الدوائي مو لانه دائما الخط الاول بس ممكن يعطي شويه راحه، ممكن يحسن الاعراض، وفي ادويه امنه جدا يعني ما لها مهدئات، هي ممكن انه تغطي كثير من الاعراض النفسيه. هلا في انواع من العلاجات الاخرى اللي هي بتاخذ منحى غير دوائي وما له نفسي بحت، يعني ما بيركز على العوامل المحيطه والعوامل الاجتماعيه، شيء بنسميه العلاج بالتحفيز المغناطيسي. هو نوع من العلاجات امن جدا عند المسنين، توجيه حقل مغناطيسي عبر مساري معينه لمده الجلسه ما بتتجاوز دقائق. تمام، ممكن باليه معينه تحفز الخلايا العصبيه. بتعمل ايجابيا ايجابيا بتعدل المزاج بشكل واضح، يعني بتخلي دائما الاكتئاب ببلش بحاله بسيطه مثلا بفكره بحدث معين، بيطور دائما حاله اشترار افكار، بعدين بيصير المزاج داون على طول، يعني داون بيجي لفترات اول شيء، بعدين بصير نمط التفكير بالوضع الطبيعي هو داون 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 دائما، بلش الافكار واستحضار الافكار تماما. فهو بياثر على استقلاب الخلايا العصبيه، بياثر على التواصل بين الخلايا العصبيه، بيرجع بيعمل مثل ريفريش يعني او اعاده تنشيط، فبتصير الخليه العصبيه بحد الاعلى من التواصل، الحد الاعلى بالارتباط بين بعضها، فبتاثر على الدافعيه والنشاط. هلا في نمط من العلاجات الثالث هو دائما ما بيكون متاح بس شيء بنسميه العلاج الانتربيرسونال او بسموه البين شخصي، يعني التركيز عند المسن على الوسط الاجتماعي المحيط. دائما مثلا جمعه مع حدا من اقرانه، دائما تسوي المرحله العمريه المتوافقة دائما بيصير فيها نوع من طرح المشاكل او المقارنة بالمشاكل، فممكن يلاقي حالات انه في حالات مثلي انا معينة، ماني انا الوحيد، ممكن تكون اسوأ. تمام، التركيز على الحالة الاجتماعية بشكل عام انه الشخص هو حاسس حاله انه مهمل، فدائما مثلا التركيز على نشاطات معينة، دائما الرفاهية يمكن مو متاحة لهي الامور، جلسات معينة باشخاص معينين بيحبهم تكون دائما موجوده بشكل دوري، تواتر وبشكل دوري، حتى التركيز على مواضيع معينه بيحبها، يعني هو نمط من العلاج ما انه بس انه خطوات عامه، هو بيكون بشكل مدروس بشكل مبرمج بالتنسيق مع الاهل، مين الاشخاص اللي حيكونوا موجودين، شو السيارة اللي ممكن نفتحها، شو مثلا الجو الاكلات حتى الاكله ممكن تعمل له هاي الساعه، شو النشاط اللي ممكن يفضله، شو الجو اللي ممكن يحبه، فهو بيصير بشكل مبرمج ومجدول مع شويه توصيات عامه بالتخاطب مع هذا المسن، بتشمل مثلا انه انا بالحديث ما احاول افتح مواضيع عامه كثير، بدها كثير تركيز وانتباه واستحضار تفاصيل، لا احاول الاسئله تكون مغلقه، اجوبتها بسيطه، اتفهم انه انا احيانا قد تخونه الذاكره فانا احاول انتقل لموضوع ثاني. المسن مثلا ممكن يحتاج لمساعده جسديه، فانا ما بفرض حالي عليه، بحاول اطلب الاذن منه وبحاول ورجيه انه الجسم له خصوصيه، هي كلها عوامل ممكن كثير تاثر بنظره المسن لنفسه. تمام. طب دكتور هيك بختام فقرتنا يعني خلينا بنصائح اخيره منك، اكيد المسن له احتياجات نفسيه كثير وذكرناها، لكن في اشخاص يعني خلينا نكون واقعيين ممكن ما يقدروا يتعاملوا مع هذا المسن بالبيت او يمكن يتدمروا وقت هو بتتغير طباعه او بفوت بحاله اكتئاب او بيكون له احتياجات خاصه، هيك نصائح منك للتعامل مع المسن. تمام، هلا اول شيء بشكل عام مو غلط المقاربه النفسيه لاي حاله عند المسن، لانه قد تكون هي اولا مشكله منفصله ما بتشير اضطراب، وقد تكون بتشير لاضطراب، وقد تكون بداية لاضطراب، فمقاربة المشكلة دائما عند مختص ما نغلط أو من باب طلب المشورة.
النقطة الثانية دائما نحن بالوضع الطبيعي مثل ما قلنا بدنا نراعي انه هذا المسن دخل بهالمرحلة تمام، فبيتم التركيز على بعض الامور. يعني مثلا هل في شيء طرأ، في نقطة كثير مهمة، هل في شيء طرأ بالحياة لما هي مشكلة عم تتزايد خلاص بشكل تلقائي دون مسبب واضح او دون مثلا حدث معين فرضه، مثلا ترك حدا من الابناء، خسارة عمل، اي خسارة معينة او خسارة صديق. لانه كثير احيانا كمان في نقطة من الطقوس او الحالات السلوكية اللي بتجي بتكون مرتبطة بحالة الحداد. فنحن اللي قصدته من الحديث كله انه دائما نحن نحدد البداية والمسبب، هل في مسبب ارتبطت فيه هي السلوكيات لحتى نعرف قديش ممكن تستمر. النقطة الثالثة دائما هي النصائح العامة، دائما عدم تعطيل المسن، يعني بالحد الأدنى الحرص على نشاط معين، الحرص على عمل مهني لو معين، الحرص على وسط اجتماعي لو بالحد الأدنى، الحرص على شيء ترفيهي يومي. لا ننطر لحتى تصير الأمور، لأنه هو عامل خطورة بالوضع الطبيعي. فعدم التعطيل، الحرص على شيء مهني معين، شيء من النشاط، هي لحالة عوامل وقاية كتير 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 أساسية. نقطة رابعة، الأمراض المزمنة يجب متابعتها، لأنه الأمراض المزمنة بالوضع الطبيعي يعني ممكن نقص التروية أو تأثر القلب أو حالة سكري مزمن تعمل خلل وعائي، فبتعمل تروية بالدماغ، فبالتالي بصير أنا عرضة لكل الاضطرابات هي اللي ذكرتها، اكتئاب، نساوة، تركيز، اضطراب سلوكي. فالاهتمام بالصحة البدنية دائما شيء أساسي. شكرا دكتور أنس لوجودك اليوم. دائما نحن بنقول أنه للأسف بالواقع وبعض الحالات يعني شفنا اليوم كيف كان الأب والأم عبء على الأولاد. خلونا نذكر دائما كم العطاء اللي مرق بسنين حياتهم، قد ايه أعطونا من الحب، من الاهتمام. اليوم نحن واجبنا نكون جنبهم، يعني مو لأنه هنو نحن عم نرد جميلة، بالعكس يعني اليوم هاد واجب أي حدا فينا. للأسف الحالات اللي عم نشوفها كتير صعبة عم تكون بالواقع. ودائما دكتور في موضوع التنمر، يعني دائما وقت بيكون خاصة مريض الزهايمر، يعني بجوز فئة من الناس بروحوا لا يضحكوا انه يرجع لي الكلمه او شو قلت. يعني اليوم هذا الشخص حتى لو ما انه متذكر، بس هو عم بيحس، هو عم بيشوف اليوم نظره الشخص اللي مقابله. فخلونا هيك نعطي من هي المحبه اللي اعطونا اياها بصغرنا. وشكرا دكتور أنس لك. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. شكرا كثير، يعطيك الف عافيه دكتور. شكرا لك. أما نحن ليلة وصلنا لنهاية صباحنا لليوم، وإن شاء الله يا رب كنا ضيوف خفاف على بيوتكم وعلى قلوبكم. بقيت نهار حلو لكم تقضوا مع كل حدا بتحبوا بحياتكم، ودائما بنقول يا رب الانفراجات على جميع الأصعدة. كل الشكر للكادر الفني اللي رافقنا بالكنترول، المخرجة تالا خضرة، والمعدة رزان سليمان رهف، وميماس أبو أيمن، كل المصورين وملك. وشكرا لكم. شكرا ليلى لإلك. شكرا لك رشا. أكيد بختام حلقتنا بتمنى لكم بقية نهار كتير حلو بالسعادة والصحة أهم شيء، وتحقيق الأمانة. تبقوا بألف خير. باي باي.